نفذت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية تبادل شملت أكثر من 200 شخص في حدث أثار جدلاً، ولكنه يشكل مرحلة جديدة من خفض التصعيد في النزاع الوحيد المستمر في أوروبا. وأعلن الانفصاليون في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لوكالات أنباء روسية تسلمهم دفعتين متتاليتين من 61 و63 شخصاً، بينهم مواطنون روس وبرازيلي كانوا يقاتلون في صفوف المتمردين. Тому що кожну секунду, не кожного дня, а кожну секунду кожного дня у нас міг зірватися цей обмін. وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 13,000 شخص منذ اندلاعه عام 2014، بعد بضعة أسابيع من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.